بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ويسرنا أن نقدم لكم هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله، بارك فيكم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بهذا السؤال الذي بعثه محمد العطوي من الجوف، يقول: كيف نميز يا فضيلة الشيخ بين التشاؤم والتطير وما مر علينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التشاؤم والتطير منهي عنهما، والتطير شرك كما في الحديث، الطيرة شرك. والمسلم إذا وجد في نفسه شيئا من ذلك فإنه يدعو الله عز وجل، يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويتوكل على الله ويمضي في حاجته، ولا ترده الطيرة ولا تضره بإذن الله إذا اعتمد على الله وتوكل عليه. مسعود رضي الله عنه يقول: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. والتشاؤم والطيرة بمعنى واحد. نعم. أيضا حفظك الله، ما حكم التشاؤم بالأيام وبالشهور وبالأمكنة؟ لا يجوز التشاؤم بشيء، لا في الزمان ولا في الأشخاص ولا في البقاع ولا بأي شيء، لا يجوز التشاؤم، بل يحسن الظن بالله عز وجل ويستعمل الفعل الحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر في هذه الحلقة من بدر اليامي من جدة، يقول: يوجد مسجد صغير أقيم مقابله جامع كبير، فهل الأفضل بقاء المسجد الصغير أم لا؟ وهل الأفضل لمن يصلي في المسجد الصغير أن يستمر أم يصلي في الجامع لكثرة المصلين؟ هذا تراجع فيه الجهة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، تنظر في حالة المسجدين وتعمل الأصلح إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: إمام نسي يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية، كيف يصنع وماذا عن الصلاة؟ إذا كان لم يركع إنه يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر بعدها ويركع ويسجد للسهو، أما إذا كان لم يتذكر إلا بعد ما أدى الركعة فإنها تبطل هذه الركعة، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، تكون هي الأولى ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. هذا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فإن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم. أم أحمد من الرياض تقول: ما حكم صلاة النساء جماعة في المدارس والكليات؟ لا بأس بذلك، هذا شيء طيب أنها تجتمع النساء ويصلين جماعة بإمامة واحدة منهن، لكن الأفضل أن تقوم في وسط الصف ولا تتقدم، هذا هو الأفضل. بارك الله فيكم. هذا بدر اليماني مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: بعض الأئمة يمد التكبير في الصلاة مدا طويلا حتى تستغرق شيئا من زمن الركن التالي، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل؟ الإمام راعي أحوال المأمومين، فلا يمد التكبير تكبيرا طويلا بحيث أنهم يوافقونه فيه ويكبرون معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا
حتى يكبر، فلا يمد الإمام التكبير بحيث يستغرق وقتا طويلا، ثم المتسرع من المأمومين كبروا معه، يكون الإمام هو السبب في ذلك. يراعي أحوال المأمومين ولا يمد التكبير مدا طويلا. نعم. بارك الله فيكم. ما هو الضابط الشرعي في إطالة الصلاة أو تقصيره؟ الضابط الشرعي أنه لا يخل بشيء من أركان الصلاة وواجباتها، لا يخل بشيء من أركان الصلاة وواجباتها. وبالاختصار الضابط الشرعي هو حصول الطمأنينة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فجاء رجل فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم ذهب الرجل وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى، ثم جاء المرة الثالثة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. فدل على أن ترك الطمأنينة أنها تبطل الصلاة، أنه يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا أحد الأخوة وهو من الشباب، اسمه عبد الله من الرياض، يقول أريد نصيحة أقوي بها إيماني بحيث أكون قادرا على مجاهدة نفسي والشيطان، فإن الإنسان وخاصة الشباب يتعرضون للفتن الظاهرة والباطنة. عليك بتقوى الله عز وجل بمصاحبة الصالحين والأخيار والإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، وعليك بطلب العلم على العلماء، وبذلك يعينك الله عز وجل ويذهب عنك ما تجد. نعم. أحسن الله إليكم. أبو علي من الرياض يقول ما حدود ركعات صلاة الليل وصلاة الضحى، وهل لها إقامة أو أذان؟ ليس لها إقامة ولا أذان، إنما هذا للفريضة. وأما حدود صلاة الليل فليس لها حدود، النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد ركعات معدودة، إنما هذا راجع إلى نشاط الإنسان، رغبة الإنسان، فيصلي ما تيسر من الليل، كل ما أكثر فوافض. وأما صلاة الضحى فلها حد كما جاء في الحديث، قلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات بأربع تسليمات، هذا مقدار عدد ركعات صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه محمد سعيد، يقول أثناء صلاة العصر وجدت نجاسة في ثوبي بحجم حبة العدس أو أكبر قليلا، فأتممت الصلاة، فما حكم صلاتي؟ إذا تأكدت أن ثوبك عليه نجاسة فإنه يجب عليك الانصراف، يجب عليك إن أمكن أن تخلع الثوب أو تخلع الملبوس الذي فيه النجاسة، إن أمكن أن تخلعه وتستمر في صلاتك تكون مستور العورة، فإنك تفعل ذلك وصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعاله ثم خلعها في أثناء الصلاة، خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، لما سألهم لماذا خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى لذلك خلعهم. إذا تمكن المصلي أن يخلع الملبوس الذي فيه نجاسة في أثناء صلاته فإنه يخلعه ويستمر في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما إذا لم يتمكن من خلعه فإنه ينصرف من الصلاة ويغسل النجاسة أو يبدل الثوب بثوب آخر، يصلي بثوب طاهر، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة البقعة والطهارة من الحدث. نعم. بارك الله فيكم. لو اكتشف هذه النجاسة بعد أداء الصلاة؟ أما لو اكتشف بعد أداء الصلاة ولم يعلم بها في أثناء الصلاة ولم يتذكرها في أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله، يقول نويت أن أصلي راتبة العشاء في البيت فنسيت، وعند صلاتي للوتر وبعد تكبيرة الإحرام تذكرت أني لم أصلي الراتبة، فهل يجوز تحويل النية؟ يجوز تحويل النية من العبادة إلى مثلها
أو أقل منها، ولا يجوز تحويلها إلى ما هو أعلى منها، فلا تحول النافلة إلى فريضة، بينما تحول الفريضة إلى نافلة في أثناء العبادة، وتحول النافلة إلى مثلها. فإذا تحولت بنيتك إلى تجعلها راتبة للعشاء ثم توتر بعدها فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله بارك الله فيكم تقول: ولدي يبلغ من العمر 10 سنوات والحمد لله يحافظ على الصلاة في المسجد، إلا صلاة الفجر لا أرغب أن أرسله إلى المسجد خوفا عليه، فما حكم ذلك؟ أرسله إلى المسجد ولا خوف عليه إن شاء الله، في بلاد المسلمين ومع المسلمين أرسله إلى المسجد وتوكلي على الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل يقول: هل الأفضل في المسجد الحرام والمسجد النبوي إذا أقيمت الصلاة الدخول في أقرب صف أم التقدم لإتمام الصفوف إلى أن يركع الإمام؟ نعم، تقدم إلى مقدمة الصفوف ما دام أنه لم يركع الإمام أفضل، لأن التقدم مطلوب وهو أفضل من التأخر. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل محمد يحيى من أبها يقول: يسأل عن رجل مصاب بضعف في بعض شرايين المخ، إذا سجد أحيانا أغمي عليه، فما حكم وضوءه وصلاته، وهل له أن يجمع الصلاتين؟ الجمع حسب الحاجة، إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فلا بأس أن يجمع الصلاتين بوضوء واحد للمرض، وهذا من إزالة الحرج عنه. والجمع الصلاتين في وقت إحداهما للمريض هذا عذر شرعي. نعم. كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين؟ إذا سلم من الأخيرة يأتي بالأذكار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم: الضابط الشرعي في صلاة في الجمع بين الصلاتين في حال المطر وفي حال البرد وفي حال اختلاف الجو. الجمع إنما ورد في حالة المطر، مطر الذي يبل الثياب إذا خرج من المسجد أو جاء إلى المسجد تبتل ثيابه، هذا يباح الجمع من أجله، من أجل أن يخرج مرة واحدة للصلاة. كذلك إذا كان في الأرض وحل بعد المطر، وحل يعني طين ومياه ويشق عليه المشي مع الوحل، فإنه يجمع بين الصلاتين أيضا المغرب والعشاء. وكذلك ذكروا أنه يباح الجمع بين المغرب والعشاء لأجل الريح الباردة الشديدة، ريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة، إذا توجدت هذه الصفات ريح شديدة وباردة في ليلة مظلمة فإنه يجمع بين الصلاة. نعم. المغرب والعشاء. نعم. بارك الله فيكم. هذا سعيد الخالدي من الدمام يقول: إذا أخطأ خطيب الجمعة في شيء قاله فهل ينبه إلى ذلك؟ إذا احتاج إلى ذلك أو التبست عليه آية أو حديث فإنه ينبهه على ذلك، يجوز أن تكلم الخطيب وأن يكلمك الخطيب. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة؟ لا أصل لهذا، يدعو لكن لا يرفع يديه. نعم. يقول السؤال الآخر يقول: ما توجيهكم لمن يصلي الجمعة قبل الزوال؟ هذا قال به بعض العلماء رواية عن الإمام أحمد، ولكن الراجح والذي عليه الجمهور أنه لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، وهو المفتى به في هذه البلاد، قد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الجمعة تصلى بعد الزوال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد المتعب يقول: إذا أعطي المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم وكان هو من ضمن الغرماء فهل يقتطع لنفسه؟ لا يقتطع لنفسه، لأن هذا وكيل، الوكيل لا يأخذ شيئا لنفسه، ولكن ويستأذن المزكي، يستأذن المزكي ويخبره بحاجته، فإذا أذن له الموكل فلا بأس. نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياء أو تعززا فهل تقضى ديونه لغرمائه دون رضاه؟ لا، ما دام أنه لا يريد الزكاة فلا يكره عليها، لا لأنه يأخذها أو أنها تقضى بها ديونه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم ثامر تقول: ما حكم دفع الزكاة إلى العمالة المنزلية من شغالات وسائقين؟ هي للفقراء المسلمين، إذا كان الشغالات والخدمة مسلمين وفقراء يعطيهم من الزكاة بشرط أن لا يحتسب
يكتسبها من أجرتهم أو أن يريد بها ترغيبهم في العمل عنده، لما يدفعها تقربا إلى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. أبو شهاب من جدة يقول: ما حكم قضاء الدين عن الأب من الزكاة؟ لا يجوز للابن أن يأخذ من زكاة والده، ولا يجوز للوالد أن يأخذ من زكاة ابنه، تحرم الزكاة لعمودي النسب. نعم. سؤاله الثاني حفظكم الله يقول: هل للكفيل الغارم الضامن أن يأخذ من الزكاة؟ إذا لم يكن عنده ما يسدد به غرامته وهو ملزم بذلك فيأخذ، لأنه داخل في قوله تعالى: والغارمين، هذا غارم لنفسه. نعم. بارك الله فيكم. من زوج موكلته بشهادته وشاهد واحد فقط، فهل العقد صحيح؟ هذا يرجع يعاد العقد، وإعادته سهلة، يذهب إلى مأذون الانكحة الذي عقد له ويحضر شاهدين ويعيد العقد. نعم. ما هي أركان العقد بارك الله فيكم؟ أركانه الإيجاب والقبول، أما شروطه فهي أربعة: الشهادتان والولي ورضا الزوجين أحدهما بالآخر وتعيين الزوج أو الزوجة في العقد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: هل ورمز لإسمه بميم صاد اليحيوي، يقول: هل في تكرار القصة الواحدة في عدة مواضع في القرآن الكريم إظهار للحكم والعبر والدروس المستفادة من نواحي وتفاصيل القصة في موضع، وإبراز جوانب أخرى في مواضع أخرى؟ لا شك، هذا هو الحكمة من تكرار المواعظ في القرآن والقصص، لأنها تارة تختصر في موضع وتارة تبسط في موضع آخر، فإذا جمعت بين مواضعها تكاملت القصة بوقائعها، ويكون العبرة بذلك أشد. نعم. أحسن الله إليكم. عبد العزيز حجي يقول: اقترضت مالا وعند السداد أعطيته المال وزيادة مكافأة له، فهل هذا جائز أم ربا؟ إذا كان هذا بدون شرط، وإنما هو تبرع من المقترض ولم يشترط عليه المقرض، فلا بأس بذلك، هذا من حسن القضاء. كان صلى الله عليه وسلم حسن القضاء، وقال: خيركم أحسنكم قضاء، وكان يزيد في القرض تكرما منه صلى الله عليه وسلم. أما لو شرط المقرض الزيادة هذا ربا، ربا صريح ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل جعل تمائم ابنه عزيمة لضيوف عنده، هل يجوز، علما أن ابنه الآن يبلغ سنتين تقريبا؟ التمائم يعني عقيقة. نعم. عقيقة لا بس، إذا ذبحها تقربا إلى الله عز وجل بذبحها فلا بس أن يطعم منها ضيوفه، يتصدق منها، يتصدق منها ولو قليلا على المحتاجين. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: متى يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا يجوز أصلا، لأن العصر ليست من جنس الجمعة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر والجمعة، لما نزل المطر وهم في صلاة الجمعة المطر الغزير ما جمع العصر معه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي سأله بدر سعيد من الخبر، يقول: بعض الناس يظن بأنه لو قام من مجلسه وقال كفارة المجلس يغفر الله له ما كان في مجلسه ذلك من غيبة مقصودة، فما هو رأيكم في ذلك؟ الغيبة حق للمغتاب، فلا يسقط إلا بعفوه عنها وتسامحه عنها، وإنما كفارة المجلس كفر الأشياء التي ليس فيها تعلق للمخلوقين، حقوق للمخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.